السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أفكار في الرياضية. معكم الأستاذ إياد خميس متين، مدرس مادة الرياضيات. إن شاء الله في هذه الحلقة بدنا نحل تمرين على درس مشتقات الاقترانات الدائرية. إن شاء الله التمرين يكون مفيد، بس ركزوا معايا. التمرين عبارة عن صاد يساوي جيم الهاء، ومعطينا ايضا سين يساوي قتا الهاء. المطلوب منك اثبت ان بدك تثبت، بحكي لي اثبت ان دال تنين صاد دال سين تربيع زائد تنين صاد دال صاد دال سين يساوي صفر. ما فيش اي مشكلة، لازم معناته انا ابسط المسألة. لاحظ معايا انت الاقتران صاد يساوي جيب الهاء، هتقول لي بما انه صاد يساوي جيب الهاء، طب مقلوب الجيب، هتقول لي واحد على قتا الهاء. طيب واحد على، لاحظ القتا اداني اياها تساوي سين، معناته صار عندي الاقتران صاد يساوي واحد على سين. الان بدي اشتقها، اجيب المشتقة الاولى. طيب احنا لما كنا نعطيك اقتران زي هيك، صاد تساوي الف على قاف سين، يعني مشتقة مقلوب اقتران. كيف كنا نشتقها؟ كنت احكي لي صاد فتحة تساوي، هتقول لي سالب ضرب ألف ضرب الثابت ضرب مشتقة مين؟ ضرب مشتقة المقام على المقام ماله تربيع، صح ولا لا؟ هذا الكلام بدنا نطبقه على السؤال. معناته هتقول لي كالتالي، سالب مضروب في مين؟ في واحد، يعني سالب واحد مضروب في الثابت ألف اللي هو عبارة عن الواحد، ضرب مشتقة المقام، إيش اشتقاق السين؟ هتقول لي واحد على مربع المقام، يعني هتصير المشتقة الأولى سالب واحد على سين تربيع. هيك إحنا أوجدنا المشتقة الأولى. الآن بتجيب له المشتقة الثانية، هنطبق نفس القاعدة، هتقول لي سالب ألف. طيب يعني سالب، هي السالب عبارة عن واحد ضرب الألف عبارة عن البسط الثابت، يعني مضروبة في مشتقة المقام، المقام سين تربيع مشتقته تنين سين على مربع المقام، ايش تربيع سين تربيع؟ هتقول لي سين أس أربعة. الآن سالب ضرب سالب موجب ضرب اتنين موجبة، طبعا النتيجة تنين سين على سين أس أربعة، هتختصر سين مع سين هيضل في المقام، هتقول لي تنين على سين أس تلاتة. هذه المشتقة الثانية. الآن بتيجي بتعوض في الطرف الأيمن. الطرف الأيمن عبارة عن المشتقة الثانية، وين المشتقة الثانية؟ هيها هتقول لي تنين على سين تكعيب زائد تنين ضرب صاد، اتفقنا واحد على سين مضروبة في المشتقة الأولى عبارة عن سالب واحد على سين تربيع، تمام. الآن هتحكي لي تنين على سين تكعيب موجب ضرب سالب سالب، والآن اتنين في واحد تنين، وسين ضرب سين تربيع هتحكي لي سين تكعيب، اطرحهم النتيجة هتكون صفر، تمام. وبهيك أعزائي الطلبة بنكون وصلنا لنهاية شرحنا. بتمنى السؤال تكونوا استفدتوا منه، تابعونا، بتمنى تدرسوا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.